predsjedniče Al-Sisi, سيدي dragi الرئيس prijatelju, فخامة الرئيس السيسي želim صديقي العزيز أود أن أشكر معاليك على حسن الضيافة الذي أظهرتموه لنا لأننا فعلا نستشعر وكأن مصر والقاهرة هي وطننا الثاني. أود أن أتوجه بالشكر لفخامتك على الجهود المبذولة منذ زيارتكم في عام 2022، وقد وقعنا اليوم عدة اتفاقيات في غاية الأهمية، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين. لقد وقعنا على الكثير من الاتفاقيات الأخرى التي تهم الدولتين والتي سوف تسهم في توطيد أواصر التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي بين دولتين. أنا مقتنع أننا سوف نتمكن من فعل الكثير في المستقبل، أكثر بكثير مما تم في الماضي، وبالطبع ذلك بفضل فخامتكم ورؤيتكم والدور البارز الذي تلعبونه. نحن أيضا اتفقنا على vidim da je to čudo kada nas dvojica moramo da ponovimo, nas dvojica smo obojica izrazili želju da budemo الآن هو بمثابة إعجاز في العلاقات الدولية بين البلدان، وخاصة فيما يتعلق بمجال السلام، لأن اليوم في عالمنا اليوم هناك الكثير من البلدان للأسف التي لا تدعو إلى السلم بل تدعو إلى العكس منه. ومن ثم فقد تطرقنا كما ذكرت فخامتكم إلى الكثير من القضايا الدولية، ومنها موضوع الأزمة الأوكرانية والعديد من المسائل الأخرى التي نتشارك الرؤى فيها ونتشارك الآراء. تناقشنا أيضا في الكثير من الأمور الجيوسياسية الأخرى وسبل التعاون في المجالات الفنية والزراعية والعسكرية وغيرها. سوف يكون لدينا تدريبات مشتركة بين القوات المسلحة للدولتين والقوات الخاصة في الدولتين. أيضا أعتقد أننا سوف يكون لدينا كثير من زيارات المستثمرين من الصرب إلى مصر، ونرحب بالطبع بالمستثمرين المصريين في صربيا، وبالطبع كل ذلك تعدده اتفاقيات التعاون التي وقعناها اليوم والتي سوف تأتي بالكثير من الخيرات للشعبين. وبالطبع كل ذلك يهم بلدينا، وبالنسبة للعلاقات السياسية بين الدولتين فإننا في حالة تشاور مستمرة ونلتقي في المنتديات الدولية ونتفق على أننا لدينا كثير من المصالح المشتركة. مرة أخرى أود أن أشكركم على حسن الضيافة، وفي الليلة الماضية تناقشت مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن الكثير من المسائل ذات الاهتمام المشترك. أيضا غدا سوف ألتقي بالكثير من الوزراء في جامعة الدول العربية، ولكنني الآن أود أن أخبر فخامتكم بشيء ما. أنا في الواقع معجب للغاية بالطريقة التي تدير فخامتكم بها البلاد في ظل المناخ المحيط بكم. يوجد لديكم النزاع في السودان والأوضاع في ليبيا، ويوجد لدينا بالطبع المشاكل في قناة السويس مع وجود الحوثيين، وتوجد لدينا الأزمة في غزة، ولديكم حوالي 9 مليون لاجئ في مصر. وبالطبع أنتم بالرغم من كل ذلك تستمرون في البناء، واستمريتم في بناء عاصمة جديدة، واستمررتم في التنمية في
الساحل الشمالي لمصر وعلى ضفاف البحر الأحمر أيضا. وأنا أود أن أهنئ فخامتكم على ذلك الأمر، وأنا قد حلفني الحظ حقا لأتعلم الكثير من فخامتكم، ورأيت الكثير من الأمور من منظور مختلف، وأود أن أشكركم مرة أخرى على كرم الضيافة، ودائما تأكدوا أنكم لديكم صديق ممثل في جمهورية صربيا. نحن نرحب بزيارتكم على المستوى الرئاسي أو الوزاري لدينا، وأعتقد أنا أود أن تقبل فخامتكم دعوتي لزيارة صربيا مرة أخرى لتحيا الصداقة بين الدولتين. شكراً.